السلام عليكم ورحمة الله. تعتبر كوكاكولا منذ ظهورها في الأسواق عام 1886 واحدة من أشهر العلامات التجارية وأكثرها رواجاً في العالم، إذ يعرف ما يقدر ب 96% من سكان العالم شعارها تلقائياً، ومن المعروف أنها المشروب المفضل للكثيرين. ولكن هناك استخدامات أخرى عجيبة وغير متوقعة للكوكاكولا، سنعرفكم اليوم على 10 منها. إزالة العلكة من الشعر. إذا التصقت علكة بشعرك، ضع قليلاً من مشروب كوكاكولا على منطقة الشعر التي التصقت به العلكة لعدة دقائق، وبعدها قم بغسل شعرك ولن تجد أثراً للعلكة. إذابة الجليد. إذا كنت مقيماً في إحدى الدول ذات الطقس البارد، فإن الكوكاكولا لها مفعول عجيب لإزالة الجليد من زجاج المنازل والسيارات. إزالة البقع الصعبة من الملابس. يمكن نقع الملابس المتسخة ببقع من الدهون أو الشحوم بكمية من الكولا، ثم غسلها بالطريقة الاعتيادية، وتساعد أيضاً في إزالة آثار بقع الدم والبقع النفطية. إزالة الصدأ. تتمتع الكولا بخصائص تمكنها من تفتيت جزيئات الصدأ، ما يجعل أمر التنظيف بالغ السهولة، من خلال نقع القطع التي أصابها الصدأ بالكولا وتركها ليلة كاملة. بعد ذلك قم بفركها بقوة باستخدام قطعة خشنة من القماش، وبذلك تتخلص نهائيا من الصدأ. تلميع أواني الطبخ. إذا كان لديكم أي مقلاة أو طنجرة وتريدون التخلص من الاحتراق أو اللون الأسود الناتج عن تكرار عمليات الطبخ، فما عليكم سوى وضع بعض الكولا فيها وتركها لمدة 30 دقيقة، وبعدها قوموا بغسلها وسترون النتيجة. تسكين الألم. إذا تعرضت إلى لسعة قنديل البحر وبدأت تشعر بالحرقة، صب القليل من مشروب كوكاكولا على مكان اللسعة، وستعمل الكولا كمسكن موضعي سريع للألم حتى تتلقى الإسعافات اللازمة. نمو النباتات. يساعد مشروب الكولا على زيادة حموضة التربة وتغذية الكائنات الدقيقة وزيادة المواد العضوية فيها، كما يعتبر سماداً للعشب، يجعل حديقة المنزل أكثر اخضراراً وجمالاً. إزالة البقع عن السجادة. إذا كان لديكم أي بقع عنيدة على الموكيت أو السجادة، فعليكم بصب القليل من كوكاكولا على هذه البقع وقوموا بفركها بسرعة، وبعدها اغسلوا المكان بالماء والصابون وستندهشون من النتيجة. إضفاء لمسة الأنتيك على صورك. إذا كنت من محبي الصور القديمة ذات الألوان الباهتة، فيمكنك تحويل أي صورة جديدة وإضفاء هذه الميزة. فقط استعمل قطعة قماش أو ورقة مبللة بالكولا وامسح على الصورة بطريقة التربيت، أي لا تحرك قطعة القماش في أي اتجاه، فقط ضعها وارفعها عدة مرات وسترى النتيجة المفاجئة. من الممكن إزالة الترسبات والبقع العنيدة من حوض المرحاض بترسيب علبة كوكاكولا داخله وتركها لمدة ساعة كاملة، كما يمكن أيضا استخدامها في تنظيف حوض الاستحمام بوضع القليل من الكولا على الأماكن ذات البقع الصعبة وتركها لعدة دقائق، ثم فرك مكان البقع وستشاهد النتيجة العجيبة. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن.